عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في مطبخ الوجدية. اليوم فيديو مغاير على الفيديوهات اللي قدمت. بغيت نشارك معكم واحد التجربة ديال ميكروفون. بغيت نصاوب واحد الميكروفون في المنزل باش الصوت يكون يبان شوية أحسن، يعني يبان مصفي، ما يكون ما يبانش مشتت. هالطريقة هذه غادي نصاوبوها بأقل تكلفة. عندي هنايا ميكروفون كان شراه لي الزوج ديالي بخمسين درهم، ولكن ما قدرتش نستعمله، يعني ما كعطينيش نتيجة مرضية. غادي نشارك معكم هاد التجربة، بقاو معايا باش تشوفوا مراحل طريقة صنع هاد الميكروفون. بالنسبة للوازم اللي غادي نحتاجها، غادي نحتاج هاد القرعة، راها معروفة، ديال الماء جافيل ديال جوج يوترو، ها هي خاوية طبعا مغسولة. غادي نحتاج مقص موس، وهذاك الميكروفون اللي قلت لكم عليه، وواحد السفود غادي نحتاجو باش غادي نثقب هذاك المغلقة ديال هاد القرعة. تقدروا تحتاجوا كيتور الى الموس ديالكم كان حافي. اول حاجة غادي نقطع هنايا القاعدة ديالها، غادي تبعدوا شوية وتقطعوا. بحال انا عندي هنايا ها مرسومة، غادي نتمشى غير مع هادي. كما كتلاحظوا معايا دابا راني قطعت هاد القاعده ديال القرعه. غادي نمشي للبوشونه ديالها، غادي نحمي هاد السفود مزيان وندخلو هنايا حتى ندير واحد تقيبه. المهم نثقبها مزيان. من بعد ما ثقبت هذاك البوشونه كما كتلاحظوا معايا، الخيط هذا هو غادي ندخلو، هذا هو اللي كيدخل في البورتابل. المهم حنايا الوسائل اللي حنا نستعملوهم مسائل بسيطه، مازال كنصور غير بورتابل. غادي ندخلو هذا في البورتابل، ندخلو هذه في القرعه هنايا حتى يخرج مع الفم ديالها هكا. وهاد المغلقه اللي ثقبناها غادي نخرجوا منها هذه، ونسد هنايا القرعه. كما كتلاحظوا معايا هنايا درت لها السكوتش هذه هنايا صايي، وغادي ندخلها في البورتاب. ودابا خوتي خواتاتي غادي نجرب معكم الصوت ديالي بالميكروفون الجديد اللي صنعته. ها نتوما غادي نركبو. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الصوت الجديد ديالي بالميكروفون اللي صنعناه طبعا بصفر درهم. كما لاحظتوا معايا مسائل بسيطه صنعنا بها هذا الميكروفون. الى عجبتكم الفكره ما تنساونيش بجيم خليو لي تعليق مشجعه. بالنسبه للناس اللي اول مره يدخلوا عندي القناه، نطلب منهم انهم يتابعونا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم كل جديد. الى اللقاء.